عليكم ورحمة الله وبركاته. واليوم معكم أخوكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مشعل وعبد العزيز. رجعنا لكم جديد. هو يوتيوبر لمدة دقيقتين. طيب. سوي لي مقدمة. طيب وبركاته. أصلا عندي يوتيوب. برضو عندك يوتيوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم وسام وأحب أشكر موسم الرياض. هلا والله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم ناصر من قناة بروفينز. واليوم بنقدم لكم محتوى جميل كالعادة. 10 مليون يا شباب. خلاص ما بقي شيء. تكفون يا شباب. تكفون. استخدموا كود يا شباب. يا حبيبي الله يسلمك. الله يعافيك. الله وبركاته. صوتك زيادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم خالد. شوفوا من شفنا اليوم يا أهلين. باللي عنده يا ناس أقسم بالله العظيم أفضل جودة مقاطع يوتيوب تنزل في العالم يا حبيب قلبي. يا أخي الله يسعد الوجه ويسعد متابعينه ويرزقهم من حيث لا يحتسبون. يا رب العالمين. الله يحفظك يا رب. هذا حطني هنا على كاميرا ما أدري شو. وسهلين هلا. قل لهم تكفى لايك ما تبي. حطوا لايك وفعلوا جرس التنبيهات واكتبوا لنا تعليقات وادعموه والله العظيم يستاهل. رجعوا القناه زي القناه الاولى باذن الله. شوف نجاحك يا اهلا وسهلا. والله شوف انا كنت بقول اشياء كثيره بس احس ما خللنا شيء والله. اهلين وليد. اهلا وسهلا. طبعا وليد يستحي في الواقع في المكان. انتظر ان شاء الله. الله يوفقك ان شاء الله. راجع يعني؟ اي خلاص باذن الله. صاملين. ابشر. اول شيء عرفني على المنطقه هذه. المنطقه هذه حقت ايش؟ ورطتني انت كذا. شايف كيف ندخل وصور لكم منطقه. اتوقع المنطقه هذه مخصصه البطولات. بطولات ببجي. طيب ندخل ونغطي لكم المنطقه هذه بشكل كامل. اهلا وسهلا. هنا لعيبه بطوله ببجي حرفيا. ستيج كامل حرفيا لعبه بطوله. كل شخص معاه الدو حقه موجود في هذا المكان. السلام عليكم. عادي اصور جنب الكاس؟ اصور جنب الكاس. اصور جنب الكاس. انا بصور جنب الكاس. ها الله يعطيك العافيه يا حبيبنا. بيض الله وجهك. هلا والله. ايش حاب تقول؟ ايش حاب تقول؟ والله حبيبي. هلا عيال خرج عادي صراحه. اقصد يعني معليش. بجربي علومكم طيبين. الاحترافيه حد حط مايك. اي لا لازم احترم. لو سمحت لا تسمح تسمع. انا من الاحترافيه. هنا المنطقة المخصصة للإخراج. أي مقاطع فيديو تحصونها عندكم من هنا يبدأ إخراجها وإنزالها. هنا ترتيب الأسماء أشياء مرة. هنا مرة 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 مرة. فهنا المخصصة بس لنقل البث المباشر اللي داخل المعرض هذا. أبو مشوار. أهلين. أهلا 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 غسين. هذا يا حبيبي الله يحفظك. الله يا رب. ابشر. انا بطول. ابشر. لا ما عليك. ارحب. ابشر. ابشر. لا تنسوا لايك سبسكرايب. سلام عليكم. اول شيء حاب نشكر الكاميرا الرهيبه هذه. اهم شيء نشكر الكاميرا والاشياء الحلوه هذه. حبيبي الله يسلمك. عليكم السلام. ثواني بجيك. اهلا. كيف الحال؟ علوم الطيب. عاد والله العظيم الوجه حرفيا. هذا الوجه يا عيال تمدح ولا لا؟ دماغه في وجوهه حرفيا. حبيبي ابو احمد.
ارحب هلا بالقلب ارحب يا ضحية كيف الحال؟ اخبارك؟ علومك؟ اللهم لك الحمد طيبين ان شاء الله امورك تمام؟ تمام الساعة المباركة ايش منك فيها؟ تعالي هناك باذن الله هناك نظارك ايه ادرس لا 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 يلا الله يعظمك طيب يا جماعة الخير هنا هنا عاد ابو احمد طيب تم اول ما تدخل المعرض مع بوابة مع بوابة اربعة راح يجيك على اليسار على طول اللي هو البوث حق الكلانات كلان 25 كلان فالكون كلان تي يو اكثر الكلانات موجودة هنا فهذا حرفيا اللي زاد الحضور بشكل مرة كبير يعني من اول يوتيوبر لاخر يوتيوبر موجود هنا هنا راح يكون في كلان 25 ونروح يسار شوي هنا هنا في كلان فالكون موجود في المكان هذا ثواني نقرب لكم وبرضه مع الجهة الثانية في كلانات موجودة هناك واصلا احلى ما في المكان يعني ترى كراش حرفيا حاط المايك هنا فهمت يلقط لي من هنا اهلا وسهلا بالشيخ كيف حالك طيب الحمد لله طيب علومك تمام طيب كيف شايف المعرض والله حلو مره تمام تمام الله يلا تقول مقدمه يلا السلام عليكم يا جماعة الخير اليوم جايبكم يوتيوبر جديد تفضل قول لهم مقدمة وقول لهم على المعرض ها ايه ارفع صوتك اخر صوتك قوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم كيف حالكم طيبين؟ كيف حالكم طيبين؟ ايه لا تنسوا اللايك واشتراك وجرس التنبيهات وكومنتات اليوم راح نغطي لكم معرض رش فخليكم مع المقطع خليكم مع المقطع مع السلامة والله تفهم الله يحفظك يا رب ايش ليش ما جيت بيوار والله العظيم بيوار زعلان عليك مره ايه ارفع صوتك لهم تكفى كلهم زعلانين ليش ما جيت ها لا تنسون في اكس بي يا اخي لا تنسون ها لو نسيتوا لا تضارب معكم واحد بيوار هلا بالشيخ كيف حالك في دبليو اي ار كيف حالكم هلا بالشيخ وجهك شايف اسمع ايش تقولي لهم قال اي بس لازم تربعين صوتك دقيقة انا سلم عليهم دقيقة سلم عليهم لا تنسوا اللايك لا تنسوا اللايك لايك سبسكرايب شير لايك وسبسكرايب وشير لايك وشير يا حبيب قلبي لايك وشير لا تنسونهم يا حبيب قلبي الله يحميكم يا رب هلا بالقلب عندنا زحمة اي والله عايش والله عايش شكرا على الوقت لا ابدا الله يستر عليك وياك يا رب يا رب يا حبيبي هلا الله يسعدك يا رب هذا يا بيوار هذا ممتاز يلا حبيبي يلا المايك صبر نخليهم لك يا رب يا حبيبي صورت الكل حربية
ناظر هنا ناظر هنا. طيب يا جماعة الخير، رحنا ممكن وريتكم أكثر الأشياء، ما أدري التسجيل هذا أو الصوت واضح لكم أو لا، رحنا لأكثر الأشياء الموجودة هنا. المقطع ممكن ينزل لكم في ثاني يوم من المعرض، تقدر تزور المعرض يا ثاني يوم يا ثالث يوم، فاللي موجود حياه الله. شيء ثاني معنا الشخص الجميل هذا، قل لهم إيش تقول لهم؟ لا تنسون اللايك والشير. طول صوتك، ارفع صوتك عشان لا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب. الله يعطيك العافية يا حبيبي، شكراً. بس بإذن الله ممكن على المغرب أو على العصر راح يكون الحضور فل. الحين الساعة كم؟ الساعة 4 أتوقع. الحين فتحت البوابة. الله اصور معك. شو اسمك؟ طيب تركي البكر. متى جيت يا تركي اليوم؟ اليوم توك جاي قبل شوي؟ الله يحفظك يا رب. قبل ساعة استمتعت اليوم؟ اي الحمد لله يا رب. عبد العزيز. عبد العزيز؟ معروف. وهذه شو اسمها ذي الحلوة؟ شو اسمك؟ نورة. نورة؟ ونعم والله يا نورة الله يحفظك يا رب. ماكي ورب احسن ناس يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي. والله انت شغلت الشير قبل 25 قبل ما شاء الله. قرقر الله يحفظكم يا رب. من جوالها اخذه؟ لا. الله يحفظكم يا رب. الله يخليها لكم يا رب.
والله والله لا ان شاء الله تطلع حلوه. لا لا عادي تطلع حلوه.